لا ما في انفراج. كيف انفراج؟ انفراج انفراج المحطة داري لها برنامج كودات، تمام؟ الكود ياخذ كم؟ 6 ايام ولا 5 ايام؟ 5 ايام 6 ايام باش تعبي بنزينه. بنزينه تحط الوادي هذه ولا شبه صعبة تعبي بنزين، يعني تكون مسافر انت مرات رافع حالة ولا عندك ظرف مستعجل ولا شيء هيك، مرات ما يدخلوك في الشيء ويخليك تعبي. لم تتمكن ليبيا الغنية بالنفط من تجاوز أزمة الوقود التي تخنق الجنوب منذ سنوات، فالبلد الذي يحتوي على أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا والتاسع على مستوى العالم يصطف فيه المواطنون أمام محطات الوقود بالساعات. هذا ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي وما يشغل وسائل الإعلام مؤخراً، خصوصاً بعد إغلاق محتجين لحقل الشرارة النفطي بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان القوة القاهرة على الحقل. فماذا بعد ذلك؟ وكيف هي أوضاع محطات الوقود حالياً بمدن الجنوب؟ الفترة اللي يبدأ فيها الشير بيخدم أو أنا الفترة الصباحية بيكون الشيل واقف، يرجع في الوقود لعند أمتى يجي الوقود من المستودع ويباشروا في التزويد للمواطنين. أيوة، بالنسبة اللي نحنا متواجدين داخل الشيل وما عدنا تقصير في أي حاجة، كل شيء متواجدين. إحنا مدامين البنزينة هي جاية للمواطن والمواطن بيكون أكثر شراهية لها البنزينة، لكن المواطن بيساعدنا بطريقة إنه شنو يتجاوب مع رجال الأمن اللي داخل الشيل. أيوة، يعني فيه لما يقولوا له ما فيش كود، ما فيش كود، يمشي يدير كود. يعني الفترة الزمنية مرات هنا تحصل بينهم نقاش في عملية أنا ماني عارف أمتى اللي عبيت الوقت اللي عبيت فيه، عرفت؟ يعني هذه هو المواطن مروحة يحسبها 4 أيام والخامس يجي يعبي. ولا تختلف الأوضاع في مدينة غات، حيث يستنكر الأهالي نظام التعبئة بالكود ويعتبرونه سبب أزمة الوقود بالجنوب. والله بالنسبة لمنطقة غات يعني في تحسن ملحوظ وجيد من ناحية الوقود، ولكن المشكلة اللي تواجهنا كان احنا يعني سواقين التاكسي في خط الوادي، بنزينة في خط الوادي هذه ولت شبه صعبة تعبي بنزين، يعني تكون مسافر انت مرات رافع حالة ولا عندك ظرف مستعجل ولا شيء هيك، مرات ما يدخلوك في الشيء يخليك تعبي. لا ما في انفراج. كيف انفراج؟ انفراج المحطة داري لها برنامج كودات، تمام؟ والكود ياخذ كم؟ 6 أيام ولا 5 أيام؟ 5 أيام 6 أيام باش تعبي بنزينة. في حالك انك انت سيارة واحدة تتحرك بها في البيت ما ينفع برنامج الكود، الحق شهد الله ما مساعدنا الكود، فهمت كيف؟ لأن الكود يبي 6 أيام، وفي اللي شنو؟ في اللي عمله بعيد عن البيت مع التوصيل المدارس مع التوصيلات مع الواحد، شهد الله الكود ما هو مساعدنا. كان في حاجة تانية خاطر الكود تساعدنا ما في مشكلة، لكن الكود شهد الله ما هو مساعدنا. حتى في انفراجات الشيلات مفتوحات وكل شيء والجو تمام 100%، لكن ما هو مساعدنا الكود. الكود 6 أيام باش تعبي بنزين. والله بالنسبة لنا احنا في غات نقول انفراج كويس، لكن ان في بطاقات وفي كل بعد 5 أيام بس تعبي. احنا مسافة بعيدة بس تمشي البركة تمشي ليسين، ترى موضوع فاشل. الحد لازم يكون كل 24 في 24 تمشي تعبي زي ما تبي وان شاء الله خير. هل أزمة الوقود بالجنوب زوبعة في فنجان؟ في الوقت الذي يستغيث فيه أهالي الجنوب من قلة البنزين والديزل، يبدو أن لبعض الجهات المسؤولة رأي آخر. الأزمة نوعا ما قلة الشيء أو قلة الصهاريج. كانت غات ما تزودش، يعني ممكن 4 محطات كانوا يخدموا ولا 6 محطات كلها على بلديات الأربعة، هذا كانوا 6 محطات، حاليا في 4 محطات فقط يخدموا. لكن قبل في قلة في إمدادات الوقود، لكن الحمد لله تو من حين استلمت الكتيبة من الواحد استلمت الأمور التوزيع والوقود،
يعني الحمد لله اهو كل يوم الاثنين وكل يوم الاربعاء بعثوا لك 4 فوقيات للمحطات وتوزع على كيف وتقيس من بنزين والحاجات هذه يعني من مشتقات الوقود سواء البنزين والديزل. بخصوص وضع الوقود في منطقة غات الكبرى أو بلديات غات الأربعة العونات وتهالى وغات المركز والبركت، لا توجد أزمة حاليا لنا قريب قرابة شهرين شهر 10 و11 الحمد لله، يعني لا توجد أزمة وقود في المنطقة، انتهت تماما. صح مقيدة نوعا ما في 4 أيام الخامس تعبي، لكن بإذن الله ما فيش شخص يحتاج وقود يعني خلال 5 أيام، أما اللي يوصل ل 12 يوم ما يحتاج وقود ويجي درس ويجي على البومبة طول. هل الوقود متوفر بالجنوب؟ بعد أحداث حقل شرارة واحتدام أزمة الوقود في بعض مناطق الجنوب، عمدت شركة البريغا لتسويق النفط إلى تحويل 2.5 مليون لتر بنزين نحو مستودع سبها، وذلك سعياً لرفع السعة التخزينية بالمنطقة لحل مشكل الوقود. ومن المتوقع أيضاً توزيع 1.2 مليون لتر يومياً على محطات المنطقة الجنوبية بالكامل لضمان انسيابية حركة النقل. قرارات جاءت بعد موجة من الغضب الشعبي، وقد تحدث عنها عميد بلدية سبها موضحاً الحلول المزمع تنفيذها. طبعاً مسألة الوقود هذه مسألة ما أعتقدش أنها يعني مسألة تخص المجلس البلدي بروحه، هذه مسألة على مستوى الدولة، على مستوى الدولة الليبية، ومعاناة على مستوى الدولة. يعني الأمور اللي كيف هذه، المجلس البلدي دار تواصل، يعني قام بالتواصل مع جميع جهات العليا في الدولة سواء في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وعلى مستوى رئاسة الوزراء، على مستوى المؤسسة الوطنية للنفط. الحمد لله آخر اجتماعات تم مع السيد بن قدارة، وفيما يخص التزود بالوقود في المنطقة الجنوبية، احنا الكميات اللي كانت توصل المنطقة الجنوبية كانت كميات ضعيفة جدا. الآن الحمد لله تم الاتفاق معهم على أن يتم تزويد زيادة كميات حصة المنطقة الجنوبية من الوقود في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى أن المستودع سبها النفطي كان مقيد بقرارات في نسبة التوزيع أو نسبة بيع الوقود للشركات الموزعة، واللي كانت قرابة ما تجاوز 800 ألف لتر في اليوم. 800 ألف لتر هذين ما يكفنش حتى مدينة سبها. الآن تحصلنا على وعود من مجلس الإدارة أن حيتم زيادة الكميات من المنطقة الغربية، وفي نفس الوقت حيتم رفع سقف المبيعات من مستودع سبها للشركات الموزعة داخل بلديات الجنوب بصفة عامة. تتخبط الجهة المسؤولة لتخفيف حدة أزمة الوقود درءا لتداعياتها على الاقتصاد الليبي، وقد بدأت حكومة الوحدة الوطنية بأولى إجراءاتها وهو رفع الدعم عن المحروقات في قرار يهدف للحد من أنشطة التهريب واستنزاف المالية العامة وفق تعبيرها، لكن هل سيحل هذا الإجراء أزمة الوقود بالجنوب أم أنه سيشعل فتيل صراع جديد قد تكون عواقبه أكثر حدة؟ We'll be right back.